السلام عليكم، اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي قناه ميشيل ان، هذا البث المباشر وما زلنا معكم في مدينه مراكش. جينا هنا لهذا الاوتيل المصنف 5 نجوم، وفعلا هنا اوتيل بما تحمل الكلمه من معنى. هنا الباي كتجلس كتجيب الخروف ديالك هنا تيجلس تياكل تشرب تتنقى تنظفوا ليه في حفظ الله ورعايته، حتى تدي الامانه بواسطها. ودابا دزنا لواحد المرحله اللي هي مرحله ديال نقل الاضاحي العيد عند ماليها، وتستضفوا الخبير الجزار المعروف خويا عزيز. تنحيي بارك تشكروا على تلبيه الدعوه في البدايه. تشكروا سي عزيز. مرحبا نعم استاذ مصطفى. ما عندي ما نقول، جينا عندكم لقينا بالبركه. مرحبا نعم استاذ مصطفى. تضرب الكمال فعلا. مرحبا بك انت والمشاهدين. الله يحفظك. والناس الكرام اللي عندنا هنايا. ايه لا لا بس كاع الناس تيجيو عندنا هنايا تيشريو لنا الغنم تيحلوها. ايه هما دابا هما الناس كاين شاري 20 هذه شهور. الزبناء ديالنا هما كلهم دابا راه حنا في الخروج. دابا كنا في مرحلة البيع، دابا حنا في مرحلة الخروج. مرحلة نقل الأضاحي عند الملاهي. كاين الناس كل اللي عنده شي أضحية هنا. تبارك الله. حمام قاد تنصوم. تبارك الله. كتاكل كتشرب. قاعده في حفظ الله ورعايته حتى وكانت توصل لمولانا مسيح. يعني هذا الشيء ما ساهلش. لا لا ما ساهلش، حنا مروحين دابا من الصباح وحنا في هذا من فقنا اليوم وحنا في هذه الخدمه هذه جات الناس كنعطيو الاضاحي لهم اليوم. كاين اللي تيقول دابا الناس ضربوا يديهم. لا لا ما ضربين لا يدينا لا والو، حنا شحالكم انتم مساهمين. حنا دابا حنا مساهمين مع الشعب. باش كل يدي اضحيه زينه بحال حين تمشي للسوق ما تلقاش داك الشيء اللي هو تيجي عندنا حنا كيشري عندنا الضحيه كيجي كيخليها كتاكل كتشرب في رعايه الله. كيجي النهار الاخر كيلقى تبدلات على كيف شراها النهار الاول. هذا هو السؤال بالنسبه لك. كيلقى تبدلات شحال من واحد تيقول لي انا خروف واش هو هذا، تنقول له هو هذا خروف. دابا شحال من خدام كاين مدار العلم قبل هذا الاغلب. شحال من خدام؟ 8 الناس حنا دابا تبارك الله. حنا 8 تبارك الله. خلينا عليك العساسه ديال الليل. هذوك 5 هذوك خمسه بالليل تيبانوا دابا. هذوك تيفيقوا بالليل. دابا راه حنا الاضاحي راه من الصباح تتخرج. دابا راه خرجت دابا شي 250 ولا 300 اللي خرجت. اللهم بارك. هادشي اللي باقي عندنا دابا هو ديال الناس، اما اليوم في العشيه اما غدا في الصباح بينا نكملوه ان شاء الله. ان شاء الله بجوج الله تعالى. كل زبون الدا ديالو. هادشي اللي بغيت نقول لك. أيه. دابا الناس تطورت. المجتمع المغربي تطور. ما بقاش ذاك المجتمع اللي تتشد مثلا الخروف او الضحيه وتخليها في دارك واحد 10 ايام. لا 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 دابا تطورت الوقت وغادي الناس تتطور معاها. دابا حنا هنا جيري الله بحال العزيب بحال لونتيل بحال كذا فهمتي. تيجي تلقى الماكله زينه، تلقى البال، تلقى العماس ديال التخليطه، تلقى البهيمه كتعزل. لا البهيمه كتعزل. المرسي هذاك ما نهضروش عليه. دابا البهيمه كتعزل. ايوه البيضه بوحده. أيوة. الملونه بوحده. الصغيره بوحده. فهمتي باش ما الغنم ماشي ما يضربش. اللي تبعت راه بوحده واللي ما نبيعها راه بوحده. هادشي اللي كاين. فهمتي معايا. المريضه تتحيدوها. ما عندناش حنا المريضه من اول عام كنستيو حنا الاضاحي. لما هذيك اضحيه. ماشي ديال تكزات ولا تبيعها كيف ما طلعت غادي تمشي للجنه ولا هذه اضحيه ما ديال لا خصك من الاول كتستيها تكون مزيانه. واخا سي عزيز انت ككزات. نعم سيدي. غنسولك بعض الاسئله دابا نهار العيد. ايه نعم سيدي. يعني الحاجه اللي كتكون صعيبه هو يعني بغينا نسميوها هذيك ديال الذبيحه هذيك احلى واحد يقرا فيها. معروفه معروفه. يعني السليخ. السليخ السليخ. يعني بتقول الطريقه الصحيحه ديال السليخ. بعجاله. الطريقه الصحيحه هي الانسان الخروف تيذبحو تيتوكل بسم الله الله اكبر. هذه منك واليك. هذه هي الله تعالى سبحانه وتعالى. فهمتي معايا. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن خصو يكون الكزار. دابا المشكل فين كاين؟ وفي الكزاره. كاع نهار العيد كاع اللي تفيق مع الصباح تيكون سيكليست تيكون خياط تيكون نجار تيفيق مع الصباح تينتج الجنه وتيصبح كزار. فهمتي معايا. والكزاره المعلمين تلقاهم تيخدموا خدمه خفيفه ظريفه وتيدخل في حاله. كاين اللي تيجي يكرفس لهم على السلعه تاعتهم. كاين دابا الراجل تيشري الحلي ب 170 180 160 تيجيب واحد سيكليس ولا خياط ولا نجار ولا كذا مع كامل احترامي لا ولكن ما مهمتوش ما خصوش يوصل. فهمتي معايا. خلي اصحاب الدومين
هاد الحرب هادي تبيت الجزار تبيت مول الطومين. علاش مول الطومين ما تيفوتش فيه 5 دقائق؟ بعدا الجزار الا فات فيه 5 دقائق 6 دقائق ما جزرش. فعلا هادي انا من شحال فهمت تقريبا في 5 دقائق 4 دقائق الحمد لله. حنا راه حريفيه دابا كنشوف لك الحكمه في النفاخ. النفاخ مزيان عرفتي علاش تيرد السقيطه بيضه وكيسهلها في التحيس. دابا كتسرولها كاين الفتيح هو الاول من بعد الفتيح كتعلق من كتعلقها كتسرولها حيت كتسرولها كتدحسها وكاين حيت تبي تدحسها ما تدحسهاش بالماء كتدحس تغسل غير يديك وكتدحسها كتنزل البطانه عاد كتدير وكتنزلها وتفتح الدواره. نعم اسيدي كتخرج الدواره كتحيد الشحمه ديال الدواره كتعطيها الماء اللي نطر كتحيد النصران كتعاود تحيد الطرب كتنحر الخروف من التحت باش يخرج هذاك الدم ما يرجعش للجوف الداخل كيدور الغرنوب كيخرجوا ولكن كاينه واحد المساله بزاف الناس كيديروها وكيخلاز ليه الخروف وكيخلي ليه النبوله وكيخلي ليه الكواز. الله يعطيك هذا الحور الا خلى هذا الكواز النصران الا خلى وخلى النبوله هذاك صافي تيتشوط الخروف. فهمتي معايا؟ ما عندي ما تشكك عبد النصر الله يحفظك تبارك الله عليك ما عندي ما نقول. وبالنسبه للمشاهدين مرحبا بكم في اي وقيته جيتي عندنا انت والمشاهدين مرحبا والمحل راه محلكم. نعم اسيدي واللي باش حاجه يجي عندنا مرحبا به. هذا العام وحنا راه خدامين العام كله ان شاء الله اللي باش عقيقه اللي باش ذبيحه اللي عنده شي عرس هذه الضيعه راه ديما فيها السلعه واللي جا مرحبا به واللي باش عجله مرحبا كل شيء هنا الحمد لله على مدار السنه الحمد لله. وتروح على مبروكين انت والمشاهدين والمشاهدين عواش مبروكين مرحبا مرحبا بكم باش نكتم قلب الناس من هذه الاجواء الناس بهذا الثمن في الدرب هذه راه السلعه دابا هنا خدامين فيها حنا الشهر هذا هي باقا ديال الناس باقا انت تشوف فيها كي دايره الحمد لله. يعني باش تعرف الوطن راه هنا هاي مسارحه انت تشوف كاين علافات كاين يعني مرتاحه العلافات بالنسبه للطواياج اجي تشوف هو شاط العلف حنا عندنا في العلافات. اي بسم الله هاو شتي العلافه شط تشط فيها العلف. ها انتم كي تشاهدوا معايا شتيها يعني داك الشيء تشط العلف تبدا تياكل حتى تشط العلف. اهم حاجه السي عبد العزيز اللي هي النظافه الحمد لله. هذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليكم وتشكر كل الاخوان وتشكر كل من ساهم في هذا نجاح هذا الفيديو بما فيهم سيدي عبد العزيز ومولاي حفيد اللي كان ورا الكاميرا اللي كان معكم المطر مباشره من جهه مراكش وراه مسخينا بكم. وتشكر كاع جميع الجنود الخفاء اللي تيقوموا بالضيوف وتيكلوا وتيسهروا وتيعشوا وتيقابلوا هذه البنت تنشكرهم على المنبر وما غاديش نبعدوا عليكم ان شاء الله العظيم ما غاديش نخليكم الى بث اخر والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم فرصه اخرى. وديما ضيعه المسمودي وديما ضيعه المسمودي وتنشكروا هاد الناس اللي متابعيننا في هذا اللايف كنشكرهم جزيل الشكر وبلا بيوم حنا راه ما كاينينش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.